السلام عليكم، انا هند ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم فيها 10 ديال المعلومات اللي كتهم الجسم ديال الانسان. الا كنتي عارفها او ديجا سمعتي بها سي تري بيان، سينو تبع لا فيديو حتى النهايه باش تكون تستافد وتفيد الناس من بعدك. الا عجبك هذا الفيديو ما تنساش انك تضغط على زر لايك وتبارطاجي هذا الفيديو مع اكبر عدد ديال الناس. الا عجبك محتوى القناه عموما ما تنساش انك تنضم للعائله ديالنا، تضغط على زر الاشتراك الاحمر، تفعل جرس التنبيهات باش كل ما ينزل اي جديد تكونوا نتوما اول وحدين كتوصلوا به. هاد 10 ديال المعلومات حاولت انني نوطيها هنايا في بلوك نوت باش كل ما ننسى حتى شي معلومه. اذا بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. اول معلومه غادي نفتتحوا بها لا فيديو ديال اليوم، واللي هي ان الفم ديالنا كينتج كل نهار لتر واحد من اللعاب. المعلومه الثانيه كتقول بلي جميع الخلايا ديال الجسم ديال الانسان كتستمر في الانقسام والنمو، على ديك الشيء كتكون قابله او معرضه للاصابه بالسرطان. ما عدا الخلايا ديال القلب اللي في واحد المرحله معينه كتوقف النمو ديالها والانقسام، على ديك الشيء ما عمرنا ما سمعنا حنايا في مجال الطب بلي كاين سرطان القلب. المعلومه الثالثه كتقول كيف ما كتعرفوا الانسان عنده رئتين، وبزاف منا كيعتقدوا بلي هاد الرئتين اللي عندنا عندهم نفس الحجم، الوغ كو لا، الرئه اليسرى اصغر حجما بحوالي 10% من الرئه اليمنى، وهذا الشيء هذا كيبان واضح بشكل كبير على مستوى صور الاشعه. المعلومه الرابعه كتقول بلي الانسان ملي كيموت اخر حاسه كيفقدها من بين الحواس الخمس هي حاسه السمع. المعلومه الخامسه كتقول بلي جميع اجزاء الجسم مع التقدم في السن الحجم ديالها كيكبر، ما عدا العينين فهو جزء من اجزاء الجسم اللي كتبقى ثابته. المعلومه السادسه كتقول بلي جميع اجزاء الجسم كيوصل الدم ما عدا جزء واحد واللي هو قرنيه العين. المعلومه السابعه كتقول، وهي معلومه جد مهمه وخطيره، بلي كل شخص موجود على الكره الارضيه عنده واحد الرائحه معينه اللي كيتميز بها على الطرف الاخر، ما عدا في الحاله ديال التوائم فهم عندهم نفس الرائحه. المعلومه الثامنه كتقول بلي الانسان ملي كيكون كيهضر مع شي واحد سواء كيعرفو او لا ما كيعرفوش، فالعين ديالو كترمش 29 مره في كل دقيقه، الوغ كو ملي كيكون كيقرا شي قصه او لا شي كتاب فالعين ديالو كترمش 4 ديال المرات في كل دقيقه. المعلومه التاسعه كتقول، دونك قبل ما نتطرق لهذه المعلومه هذه، بزاف ديال الناس كيقول لك انا كنعرق والعرق ديالي فيه الريحه. لتصحيح المعلومه يا ساده، العرق عديم الرائحه. شكون اللي كيخلي العرق انه يطلق ديك النسمه الكريهه؟ فهي البكتيريا اللي كتكون موجوده على الجلد. المعلومه العاشره والاخيره اللي غادي نختموا بها لا فيديو ديال اليوم، واللي هي معلومه كنظن حتى نتوما كتسمعوها اول مره كيف ما سمعتها انا اول مره، والمعلومه كتقول بلي القلب ديال الانسان عنده جهاز كهربائي خاص به هو اللي كيخليه قابل للنبض حتى ولو كان خارج جسم الانسان. وبالتالي غادي نكون وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه ولو الشيء القليل. الى كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ما تنساوش انكم تخليوا لي تعليقات زوينه اسفل هذا الفيديو. نتلقاكم باذن الله تعالى في فيديو جديد. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.